عظيمة جليلة، فيها التراحم، فيها التواصل، فيها التواد، فيها المحبة، فيها الأخوة، فيها التعاون ما بين الجميع، في تقدير خفيف على سطح المسجد الحرام. حرس الله مكة وجميع ديار المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء، فها هي الجموع قد ملأت المسجد من الداخل، ساحاته من أروقته ومن توسعاته الجديدة، وكذلك في سطحه، بل وفي الشوارع المحيطة به، أتوا جميعا طامعين راغبين في فضل الله عز وجل وفي رحمته. فندعوه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصيام والقيام وجميع أعمال الخير والبر والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.